ومن تكون أنت؟ علينا بتر الساقي حالا قبل أن نفقد المصاب. عارضني بقوة، قلت لا تتدخل في عملي فأنت لا تفقه شيئا. أظن أن الطبيب الجديد معه حق يا دكتور ليث. مرحبا، أنا ليث وجئت أخبركم عن قصة من أغرب ما حدث معنا في المستشفى الذي أعمل به. في يوم من الأيام تعرضت حافلة الطلبة لحادث سير مع حافلة نقل عام، فجاء العديد من المصابين في حالات حرجة، وبدأنا نقوم بالعمليات الجراحية متتابعة من أجل إنقاذ الجميع، لكن عدد المصابين كان كثر، مما اضطر مدير المستشفى للاتصال بمستشفى آخر ليدعمنا بالجراحي. دكتور ليث، عليك التنقل إلى غرفة المصابين لتعاين المرضى وترسل تقريراً مع كل منهم، فالأمر في غاية الخطورة. حسناً، ولكن سيحدث نقص في غرفة العمليات، سيصل أطباء آخرون لمساعدتكم. أسرعت نحو غرفة الاستعجالات أين كانت صرخات المصابين وتأوهاتهم عالية، وفجأة وصل أطباء المستشفى المجاور، وكان من بينهم طبيب غريب بشاربين ويرتدي زياً قديماً وكأنه من الحرب العالمية. من أي مستشفى أنت؟ لا أظن بأنني رأيتك سابقاً. أنا من أمريتان، لقد قدمت جميع وثائقي في مكتب الاستقبال وليس الوقت مناسباً للحديث، فلتواصل عملك. قلت في نفسي، لم أسمع ببلد بهذا الاسم ولم أرى اسم أمريتان على الخريطة أبداً، ولكن ليس وقت هذا الآن. تقدمت نحو أحد المرضى وكانت هناك حديدة غرزت بقدمه. إلى غرفة العمليات حالاً، علينا الاستعجال ببتر ساقه. تدخل الطبيب الغريب، لا تتسرع، يمكننا علاجها بخياطة الأوتار والأعصاب ثم... ومن تكون أنت؟ علينا بتر الساقي حالاً قبل أن نفقد المصاب. عارضني بقوة، قلت لا تتدخل في عملي فأنت لا تفقه شيئاً. وفجأة جاءت جمانة وسمعت فكرتينا، قالت أظن أن الطبيب الجديد معه حق يا دكتور ليث. قلت غاضباً، شكراً لثقتك بي. اقترب منها وقال، هذا لخبرتك يا دكتورة، مرحباً، أنا الدكتور ريكاردو. ريكاردو، يا إلهي، إنك تبدو كشخصية خرجت من كتاب التاريخ. لن نضيع الوقت مع هذا الطبيب، لابد وأنه مرهق من العمل، فلنسرع بالمصاب إلى غرفة العمليات. استشط غضباً، بينما أخذت جمانة المريض مني وسار معها الطبيب ريكاردو، واستطاع بالفعل إنقاذ ساقه بعد عملية معقدة. خرج بعد أن أتم الجراحة. هل نجحتما؟ نعم، إنه طبيب بارع ويده سريعة، فلترسل لنا الحالة الموالية. بقينا طوال اليوم نجري العمليات تباعا، وكان ريكاردو يخالفني الرأي في عدة حالات وينقذ الجميع، حتى أشعرني بأنني لا أليق بمهنة الطب، وصدم الجميع من سرعة إجرائه للعمليات بدون تعب. حينما حل الليل وأخذنا فترة راحة، قررت أن أعتذر منه عن ما بدر مني. وجدته في رواق المستشفى. أهلا دكتور، هل ستغادر بهذه السرعة؟ علي الحجز في الفندق المقابل في حالتي إذا ما احتجتم شيئا، اسمح لي بأن أرافقك بنفسي. وافق فخرجنا وسرنا نحو الفندق ونحن نتحدث عن العمل. أنا أعتذر حقا عن ما بدر مني، أنت طبيب ماهر جدا يا دكتور لي. هل تمازحني؟ أنت لم تقتنع بأي من أفكاري، ثق بي سيكون لك مستقبل زاهر. استغربت كلامه، وكنا وصلنا الفندق فلم أسأله عن قصده. وفي الاستقبال قلت للموظفة، أريد حجز غرفة انفرادية، بطاقتك من فضلك. ليس لي بل لضيفنا هذا. نظرت إلي باستغراب وقالت، حسناً، يمكنك الإطمئنان عليه، سنهتم به. شكراً. صافحت الدكتور ريكاردو، إلى اللقاء، سنلتقي غداً صباحاً، شكراً لأنك وثقت بي. عدت إلى المستشفى وبدأت أفكر في هذا الطبيب الغريب. أسرعت نحو مكتب الاستقبال، أعطني ملف ريكاردو. ومن هذا؟ لم يصلني مريض بهذا الاسم. الدكتور ريكاردو، هذه ملفات الأطباء التي رجعتها ولم يكن هناك طبيب بهذا الاسم، دعيني أتأكد بنفسي.
قلبت الملفات بين يدي، ولكن كلام موظفة الاستقبال كان صحيحاً. أسرعت نحو جمانة وأخبرتها بما حدث، ثم قلت: أخاف ألا يكون طبيباً أصلاً ونحن وثقنا به. هل هذه مزحة منك أم هذا بسبب غيرتك من مهاراته؟ أنا صادق يا جمانة، وقد اعتذرت منه وشكرته على مساعدتنا وأوصلته بنفسي إلى الفندق. الفندق، نعم سأعود إلى الفندق لأسأله. ركضت نحو الفندق وخلفي جمانة وسألت الموظفة: أي غرفة حجزتها للطبيب الذي جئت برفقته قبل قليل؟ معذرة يا دكتور ليث، ولكنك كنت بمفردك. بمفرده؟ ما الذي تقصدينه؟ لقد قلت بأنك ستتكفلين به. حسناً، يمكنك الإطمئنان عليه، سنهتم به. الأمر جدي يا آنسة، علينا العثور عليه في أقرب وقت. ولكن يا دكتورة، لقد جاء بمفرده وأخبرني أنه يريد الحجز لمن معه، فقلت في نفسي لابد وأنه تأثر بحادث الصباح، كان يتحدث إلى نفسه، فحاولت التعامل معه بلطف، هذا كل ما في الأمر. لم أستطع تصديقها. هل يمكنني رؤية سجلات الكاميرا؟ مستحيل، عليك تقديم طلب لمدير الأمن وسيتم الرد عليك غدا صباحا. قدمت الطلب وخرجت مسرعا نحو المستشفى. فلنتفقد كاميرات المستشفى. في مركز أمن المستشفى كنا نراجع الكاميرات. لم يكن هناك طبيب غريب ولا وجود لريكاردو. كنت أتحدث إلى نفسي في الرواق، وحتى جمانة كانت تسير رفقة المصاب والممرضات، ولم يكن إلى جانبها الطبيب الغريب. في اليوم الموالي اتصلت على إدارة الفندق وسمحوا لي بمراجعة الكاميرا، وبالفعل كنت أقف وحدي وأتحدث إلى نفسي، وعاملة الفندق تنظر إلي باندهاش، وحتى الكاميرا الخارجية التقطت مشهدا لي وأنا أدخل الفندق بمفردي وأتحدث إلى نفسي كالمجنون. تحدثنا مع مجلس إدارة المستشفى فاستغربوا ما أقوله، وتواصلوا مع المستشفى التي أرسلت الأطباء، لكنهم أنكروا تماما معرفتهم بالطبيب الغريب. لم نستطع فهم ما حدث، فأنا وجمانة وكل الممرضات رأينا ذلك الطبيب الذي لم يعد له وجود الآن. جمانة تقول بأنه طبيب من عالم آخر، لكن لما جاء بسرعة واختفى بسرعة؟ أصدقائي، هل عندكم تفسير لما حدث؟ لأننا في حيرة من أمرنا. اكتبوا لي آراءكم تحت بالتعليقات.